قل لي يا حلو. أقول الله. أنا عبد الرحمن. اليوم اجتماع طاري ومهم ومصيري في بيتنا وعائلتنا. وهذه عائلتي المحبوبة. أنت فاكرين براحتك. وخصوصاً بيت مريم وولدها لؤي. حياتي أنت. هذا ولدي سلطان. أعتمد عليه بكل شيء. وزوجتي حصة. محمل تقول أي كلمة. ترى واصلتني هني اللي فيني كفيني. عين العقل والحكمة. وبنتي بسو ما لها حس بالبيت. نحب الضيوف. بيتكم ما شاء الله كنا فندق. ضيوف رايحين وضيوف يومين. أبو. برنيوش. الله وناسه برنيوش. حلو البرنيوش. بيتنا ينعم بهدوء كبير. علاقتنا مع بعض. الشرطة. والله الشرطة. لها حب واحترام. لمسح فيك البيت بلاطة بلاطة. تقدر تقول عنا عائلة VIP.